في البدايات برحب بيكم جميعا ايا كان بتتفرج عليا من اي مكان في العالم، خاصة عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي نجوم اسود الاطلس يا سادة يا كرام. ويلا بينا نخش الى التفاصيل. طبعا زي ما حضراتكم متابعين كانت هناك جلسة جمعت ما بين فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذلك المدرب البوسني العنيد الفاشل وحيد خليلوزيتش. الجلسة دي كانت لوضع بعض النقاط على الحروف. فوزي لقجع في الجلسة عتب على وحيد خليلوزيتش في خروجه الإعلامي في الفترة الأخيرة وتصريحاته المستفزة للجامعة الملكية وأيضا للجمهور المغربي. التصريحات اللي وصف فوزي لقجع اثناء اجتماعه مع خليلوزيتش بانها تصريحات ما كانش ليها اي لازمه وما كانش ليها اي مبرر. كذلك فوزي لقجع اتكلم مع خليلوزيتش عن ضروره عوده زياش ومزراوي وعبد الرزاق حمد الله وامين حارس وكل النجوم المغاربه المتالقين لتهدئه غضب الجماهير المغربيه على المدرب البوسني. ولكن رد خليلوزيتش كان رد غريب جدا 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 جدا. خليلوزيتش رفض عودة زياش ومزراوي للمنتخب مرة أخرى. فوزي لقجع قال لخليلوزيتش في جلسة هتجمعنا يوم الاثنين القادم، لا هتوافق على شروط الجامعة الملكية لا مصيرك هيكون الطرد والإقالة، وفي مدرب عالمي هنعرفه في الحلقة القادمة أو في الحلقات بتاعت النهاردة، مدرب عالمي قريب جدا جدا من المنتخب المغربي وصل إلى المغرب أمس للمفاوضة أو للتفاوض مع الجامعة الملكية لتدريب منتخب أسود الأطلس.